ما هو معنى الصلاة على النبي؟ ولماذا صلى الله على النبي؟ ولماذا نقول صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، حتى إن بعض المشككين قالوا هل يعني الله يسجد للنبي؟ حاشا لله، هم لم يفهموا القرآن. نحن نعلم أيها الأحبة أن أفضل ما يفسر القرآن هو القرآن. فما معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ يجب أن نبحث في القرآن عن آيات مشابهة لنستنبط المعنى الدقيق لهذه الآية. أنا لدي هنا آية أيها الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى فيها: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذن سنأخذ آية ثالثة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي علينا نحن المؤمنين، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إذن هنا لاحظنا أن كلمة يصلون أو يصلي أو صلي دائما يليها أو تليها كلمة على. يصلون على النبي، هو الذي يصلي عليكم وصلي عليهم. إذن هنا أيها الأحبة اتضح المعنى، لم يقل الله يصلي لك، لأن الصلاة نحن نصلي لله، ولكن الله يصلي علينا. لاحظتم؟ أنا عندما أصلي أصلي عبادة وسجودا وركوعا لله، ولكن الله عز وجل عندما ينزل علي الرحمة هذه صلاة علي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي تنزل رحمة الله على النبي. هو الذي يصلي عليكم، أي تنزل رحمته عليكم، تتنزل الرحمة عليكم. وصل عليهم، ما معنى صل عليهم؟ أي أدعو لهم بالرحمة والمغفرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون هو الوحيد من الخلق الذي وصف بأنه رؤوف رحيم. هاتين الصفتين المتتاليتين رؤوف رحيم لم تذكرا في حق أي من البشر إلا في حق حبيبكم عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كلمة رحيم ذكرت في القرآن 114 مرة كاسم من أسماء الله الحسنى بعدد سور القرآن، والمرة 115 وردت بحق هذا النبي الكريم. رأيتم أيها الأحبة، القرآن فيه 114 سورة. الرحيم أو رحيم أو رحيما بمختلف الصياغ في القرآن كله ذكرت 114 مرة بعدد سور القرآن، وكأن الله يريد أن يقول لك في كل سورة هناك رحيم سيرحمك إذا قرأت هذه السورة. 114 مرة تكررت كلمة الرحيم ورحيما بعدد سور القرآن، ومرة واحدة ذكرت هي المرة 115 بالمؤمنين رؤوف الرحيم بحق هذا النبي، لأنه بالفعل رحيم بالمؤمنين. عندما أعطانا هذه المعلومات، هذه الحقائق، هذا التشريع الرائع، عندما كان حريص علينا، يريد أن يمنع عنا الشر وأراد لنا السعادة والحياة المطمئنة وأراد لنا الخير أيها الأحبة، فهذه رحمة بنا. لذلك هذا النبي الله أمره قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم الله، أدعو لهم بالمغفرة والرحمة. فهذا يثير أو يحدث السكون والطمأنينة والسعادة لهم، والله سميع عليم. إذن من هنا أيها الأحبة عندما قرأنا هذه الآيات الثلاث نستطيع أن نرد على هؤلاء المشككين، نقول لهم إن الله وملائكته لم يقل يصلون للنبي، قال يصلون على النبي، أي يرحمون ويدعون لهذا النبي الكريم. الآية الثانية: هو الذي يصلي عليكم، لأن الملائكة تستغفر أيها الأحبة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن الملائكة تستغفر لنا، هذا الاستغفار هو صلاة علينا، رحمة تنزل علينا وليس لنا، لكي لا يأتي ملحد ويشكك. القرآن دقيق جدا، لا يوجد في القرآن يصلي لفلان، لا، يصلي على فلان. وهذا الأمر أيها الأحبة
ينطبق على جميع آيات القرآن. إذن الصلاة على النبي كيف تكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في العالمين إنك حميد مجيد. وهناك صيغ، طبعا عدة صيغ كلها صحيحة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي صيغة أنت ترتاح لها تأخذ أجر، طبعا الأجر أكبر عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت كذا كذا، الصيغة التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أي صيغة أخرى فيها صلاة على النبي لا بأس بها. أما أن نقول إن هذا مخطئ، يعني من يقول صلى الله عليه وسلم مخطئ وصلاته ناقصة وغير كاملة وسيعاقب على ذلك، هذه مبالغات أيها الأحبة. القرآن دقيق، لو كان هناك ما يسمى بالصلاة البتراء أو الصلاة المبتورة أو الناقصة أو كذا، لم يقل الله إن الله وملائكته يصلون على النبي فقط، كان قال إن الله وملائكته يصلون على مثلا النبي وآله وكذا وكذا، مما يدل على أن صيغة الصلاة على النبي صيغة صحيحة لأنها وردت في القرآن. فنحن دليلنا القرآن والسنة أيها الأحبة، والروايات الواردة طبعا تحتاج إلى تفسير وتحتاج إلى أقوال علماء. نحن كما قلنا لا نعطي فتاوى ولا نخوض في خلافات مذهبية وعقائدية، نحن الذي يهمنا أيها الأحبة أن نقول إن القرآن الكريم يقول هذا والعلم يقول هذا، ما هو الأفضل؟ الأفضل يعني كلما زدت بهذه الصلاة أفضل، يعني كلما قلت اللهم صل على محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحابته وكذا، كلما زدت أنت تشمل يعني دائرة أكبر، الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله والذين معه. القرآن لم يميز فلان، كل من كان على نهج هذا النبي هو معه، كل من كان اتبع هذا النبي وصدق في اتباعه ومات على ذلك هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة خلاصة هذه الحلقة أن معنى يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي أي يدعون للنبي بالرحمة، هو الذي يصلي عليكم أي تتنزل رحمته عليكم، وصل عليهم أي أدعو لهم بالرحمة. ونحن عندما نقول اللهم صل على محمد يعني اللهم اغفر له ارحمه بلغه المنزلة العالية. هذه كلمة صلي أيها الأحبة كلمة شاملة، يعني كلمة ارحم لها معنى محدد، اللهم ارحمه ارحم نبينا صلى الله عليه وسلم، اغفر له كلمة أخرى معنى آخر، اجزه خير الجزاء عن أمته، ارفعه بلغه الوسيلة. كلمة صلي يعني كل تشمل كل أنواع الدعاء، رأيتم أيها الأحبة، لأن الصلاة التي نقوم بها فيها قراءة قرآن وفيها دعاء وفيها رحمة ومغفرة وفيها سجود وركوع وتسبيح وتكبير إلى آخره. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك، لم يقل إن الله وملائكته مثلا يدعون النبي أو يرحمونه أو كذا أو كذا، قال يصلون لتشمل كل معاني الرحمة والدعاء والمغفرة، المقام المحمود والوسيلة ودخول الجنة، كل هذه المعاني. لذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ادعو لهم بالمغفرة بالرحمة، عاملهم بالتي هي أحسن، هذا جزء من الصلاة عليهم، دلهم على الطريق الصحيح، ادعو لهم بالخير، ادعو لهم بالرحمة. كلمة صل كلمة واسعة جدا أيها الأحبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا ويعلمنا ويفقهنا في الدين، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا فقهه، أو من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والقرآن يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.